لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد يا مولانا كما أنت أهل. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأكرمين ومن تبع هديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، خير ما نتواصى به في جمعنا هذا الوصية بتقوى الله عز وجل، فإنها خير ما نتزود به بلقاء ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد قال ربنا عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أما بعد أيها المؤمنون، عمار بيت الله، حديثنا اليوم عن الوالدين. الوالد والوالدة أعظم المخلوقات حقا عليك، هما والداك، حق الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ربط بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين في أكثر من موضع: واللبيب والذكي والمتدبر والفهم. هو من يدرك من خلال هذا الربط والمقارنة عظمة بر الوالدين. أيها الناس، بر الوالدين، الوالد والوالدة يبقى معك عمرا محددا وأجلا محددا يعلمه الله. عندما يغادرك والدك، عندما تغادرك والدتك، ترى وكأن الوالدين لم يبقيا معك إلا قليلا. فبعض الناس يندم وبعض الناس يبكي، ليس بكاء الفراق فقط وإنما بكاء التقصير والندم. لذلك حتى لا تندم، يا من رزقت بابين إلى الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد، الوالدان باب في أوسط الجنة، باب عظيم ينقلك إلى الجنة إن أنت أحسنت استقباله، إن أنت أحسنت الولوج من خلاله إلى الجنة. الباب مفتوح، لكن المشكلة قد تعمى الأبصار فلا يحسن العبد الذي عميت بصيرته كيفية الولوج من خلال باب الوالدين إلى الجنة. أبصر وتدبر وتذكر وأحسن إلى والديك ما دام على قيد الحياة. بر بهما، كن لهما أو بهما بارا رحيما سميعا مطيعا مبشرا محترما لطيفا رفيقا. فمن بر والديه نال مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فربط الله عز وجل وقارن أو قرن بين عبادته وبين حق الوالدين لينبهنا إلى عظيم حق الوالد علينا. ومع ذلك للأسف تجد من يعق والديه، وتجد من يضيع هذا الحق، وتجد من لا يجتهد في بر والديه حتى إذا فارقه بكى بكاء الندم الشديد. أيها المؤمنون، أنشكر لي ولوالديك؟ قال ابن عباس: من شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. أشكر الله، نعم، وبعده أشكر والديه. وشكر الله بأن تخلص له في العبودية وفي الطاعة، وأن تستعمل نعمه وما أكثرها فيما يرضيه عنك. وأما شكر الوالدين فأن تؤدي حقوقهما، وأن تبر بهما، وأن تؤثر طاعتيه طاعتهما ومرضاتهما، وأن تكون لطيفا رفيقا بهما، وأن لا تغضبهما
أيها المؤمنون، بر الوالدين يزيد في العمر، بر الوالدين يقيك من الهلكات ويقيك من المصائب في الدنيا. لذلك أيها العبد المؤمن، احرص على طاعة الوالدين وبرهما، فإن رضا الرب برضا الوالدين وسخط الرب بسخط الوالد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما العقوق فلا أخطرها، عقوق الوالدين لا ينظر الله إلى من عق والديه يوم القيامة. وأعظم نعمة ينعم الله بها على عباده يوم القيامة هي النظر إلى وجهه الكريم. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجه الله. عق الوالدين محروم من النظر إلى وجه الله. إن الله لا ينظر إلى ثلاثة. عاق لوالديه هو الأول، لا ينظر الله إليه برحمته، لا ينظر الله إليه بالخير، لا ينظر الله إلى ثلاثة. عاق لوالديه. والرجلة من النساء، المرأة المسترجلة في لباسها، في عاداتها، في طريقة كلامها، في مخالطتها للرجال، في رفع صوتها في مجتمعات الناس، والديوث الذي لا يغار على أهله. ثلاثة لا ينظر الله إليه. قال: وثلاثة لا يدخلون الجنة. عاق لوالديه لا يدخل الجنة. وعندنا عند علماء أهل السنة والجماعة عندما يقال عن مسلم لا يدخل الجنة، الصحيح الراجع أن المقصود ليس حرمانه من الجنة كليا، وإنما يدخل جنانا دون الجنان الأخرى، بمعنى أنه إن دخل بعد أن يعذب إن استحق العذاب فإنه يحرم من الدرجات العالية. لذلك لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا يدخل الجنة المنان بعطيته. أيها المؤمنون، قال النبي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يسأله عن أفضل العمل الذي يتقرب به إلى الله، قال: بر الوالدين والصلاة على وقتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وأما عقوق الوالدين فهو كبيرة من أكبر الكبائر، عافانا الله وإياكم من الكبائر. ولما جاء الرجل يسأل رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ فقال أمك، ثم قال: من؟ قال: أمك، ثم قال: من؟ قال: أمك. صحبتك لأمك، صحبتك لوالديك، ليس صحبتك للعلاقات التي تنشئها في مواقع التواصل الاجتماعي فتنسى أباك وتنسى أمك وتنسى أهلك وربما تنسى أقاربك، وتقيم علاقات افتراضية لا تسمن ولا تغني من جوع. أمك التي يأتي عليك يوم ستفتقدها، ووالله تبكي دموع الندم على التقصير في حقها. الرجل يأتي لرسول الله يريد الجهاد فيقول له: هل لك والدان؟ قال: حيان. قال: نعم، لي أم يا رسول الله. قال: اذهب إليها والزم رجلها فثم الجنة. الجنة تحت قدم أمه، الجنة تحت قدم والده، الجنة في صحبة الوالدين وليست في صحبة الغرباء وفي صحبة العلاقات الظرفية المصلحية التي توشك أن تنقطع وإن عمرت كثيرا. أيها المؤمنون، والدك، الوالدين لهم حق عظيم. لذلك المسلم عليه أن يحسن إلى والديه. الوالد باب في وسط الجنة، فمن شاء فليحافظ على ذلك الباب أو يضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من التابعين إياس ابن معاوية المزني رحمة الله عليه، كان من التابعين الصادقين المخلصين، وكان له والدان كان بارا بهما، وكان يحفظ هذا الحديث. فلما ماتت أمه بكى بكاء شديدا، وهو القاضي الألمعي اللبيب الذكي الذي له مكان
وأنت قائم تبكي هذا البكاء الشديد؟ فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد باب في وسط الجنة، فمن شاء فليحافظ عليه أو يضيع، وإنه الآن قد أغلق علي بموت أمي باب من أبواب الجنة، وبقي لي باب واحد فأنا أبكي لأنني فقدت هذا الباب. هكذا يقول إياس بن معاوية رحمة الله عليه وهو يقول هذا. ليس أدبا لأنه مقصر، لا، بل كان من أشد الناس برا بوالديه حتى يعترف والده له فيقول له وهو يكلمه: يا بني إن الناس يلدون أبناء، الناس عندما يولد له يولد له الأبناء، أما أنا فقد ولدت أبا. والده يعترف له بأنه يشعر أن ابنه بمثابة الأب له، ولا يقول هذا الكلام إلا من الرعاية ومن البر ومن الرفق ومن اللين ومن حسن الكلام الذي يجده من والده. أين هذا من شباب اليوم؟ أين هذا من أولاد اليوم؟ والوالدان يتألمان من التقصير ومن العقوق ويحزنان بسبب هذا التقصير الذي يجدونه من أقرب الناس إليه. أم تشتكي من عقوق ولدها وعقوق ابنتها، ابن أو بنت يسب والده أو يلعن والده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من يسب والديه. قيل: يا رسول الله، أيسب الرجل والده؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل والده. وهكذا أيها المؤمنون، وملعون من تسبب في بكاء والديه. لذلك أيها المؤمنون، قبل أن يندم الإنسان وقبل أن يقرع على أسنان الندم، عليه أن يحرص على والديه ما دامت أبواب الجنة قريبة إليه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم أيها المؤمنون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى بر الوالدين أحياء وأمواتا. نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إذا مات الوالدان بكى الجميع، بكى البار وبكى العاق، أما البار فيبكي لأن بابا إلى الجنة أو بابين إلى الجنة قد سدا عليه، ويبكي المقصر العاق على التفريط لأنه يعلم أن لا رجوع بعد الموت، والده الذي ضيع لن يعود، وأمه التي ماتت وهي غضبانة أو غضبى عنه لن تعود، فيعلم أنه قد ضيع بتقصيره، يتذكر الأيام التي أبكى فيها الوالدين، ويتذكر الأيام التي أحزن فيها الوالدين، ويتذكر الكلمة التي تفلتت من لسانه فأساء بها إلى الوالدين، ويتذكر الأوامر التي أمره بها والده فعصاهما، يتذكر أنه أحزنهما يوما وأبكاهما يوما وأخافهما يوما وشغلهما يوما، فتجده نادما ولا تندم أيها المؤمنون. لكن من رحمة الله أنه أبقى لهذه الأمة بصيصا من الأمل، وأبقى للنادمين بصيصا من الأمل، وأبقى للتائبين بابا إلى رحمة الله والتعويض والتدارك، وأبقى للجادين البارين بابا للاستزادة. وهذه من رحمة الله الرحيم الرحمن سبحانه، وهو جالس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يأتيه صحابي من الصحابة من بني سلمة رجل يقول له: يا رسول الله، ماذا بقي لي من بر والدي بعد موتهما؟ مات والداه ولا أظنه إلا أنه بار بهما، لكنه يريد الاستزادة، لأن صيغة السؤال تدل على ذلك. ماذا بقي لي من بر والدي بعد موتهما يا رسول الله؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بارا ومات والداك فيمكنك الاستزادة، وإن كنت عاقا أو عاقة لوالديك ومات والداك فيمكنك
وقد يوفقك الله عز وجل إن كانت التوبة صادقة والندم صادقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما. والصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما، أن تكثر الدعاء للوالدين فإنهما ينتفعان بدعائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدق جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال: الصلاة عليهما أي أن تكثر من الدعاء إليهما لهما، والاستغفار لهما، أن تستغفر لوالديك، فإن والديك يوم القيامة قد يرفعان في الجنة باستغفارك لهما. يقول الرجل إذا أدخل الجنة: بما رفعت ولم أعمل له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: نلتما هذا باستغفار ولدكما لهما. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والداك نفذ عهدهما، نفذ ما وصياك به، ما أمرك به وهما ينفضان أنفاسهما. ربما يكون على والدك دينا، فاقض دينه، فهذا من عهد والدك إليك. وإذا أوصاك بشيء لا معصية فيه فيجب عليك أن تنفذه في حدود الإمكان وحدود القدرة. وإنفاذ عهدهما وإنفاذ وصيتهما وتقضي بينهما هذا من عهدهما. نعم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم أن تصل أقرباءك من جهة أبيك، وأن تصل أقرباءك من جهة أمك، فإن كانوا فقراء محتاجين تتصدق عليهم وتعينهم وتسلم عليهم وتزورهم وتسأل عن محتاجهم، وإن كانوا أغنياء تهدي لهم وتزورهم وتصلهم تماما كما لو كان والداك لا زال على قيد الحياة. وإكرام صديقهما من البر للوالدين، أنك تكرم صديق أبيك وتكرم صديقة أمك فتعاملها وكأنها أما لك أو أبا لك. هكذا يقول النبي: بر الوالدين بعد الموت بهذا، بأن تكرم أهل ود والديك. إذا كان والدك له صديق ما زال على قيد الحياة فاجتهد في الإحسان إلى صديق والدك، فإن هذا من البر بالوالدين. وأحسن إلى صديقة أمك فهذا من البر إلى الوالدة. عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كما قال عنه عبد الله بن دينار وهو مولى له، قال: كان عبد الله بن عمر مارا في طريقه بين مكة والمدينة، قال: فلقي رجلا من الأعراب، لقي رجلا من الأعراب، فنزل عبد الله بن عمر عن حماره وأركبه على الحمار. نزل ابن عمر الصحابي عن حمار وأعطاه الحمار أو أعطاه لهذا الأعرابي، ونزع عمامته وألبسها لهذا الأعرابي. فقال الحاضرون: يا ابن عمر، الأعراب قوم يكفيهم القليل، الأعراب ألف الصحراء والبيداء، لا يحتاجون إلى ما يركبون ولا يحتاجون إلى كثير لباس، يكفيهم القليل من الطعام والشراب. فقالوا له: لماذا تفعل هذا؟ أنت أجدر بحمارك ودابتك وأنت أحرى بعمامتك. فقال: إن هذا كان ابن صديق عمر. ما كان صديق عمر، كان ابن صديق فقط، لأنه كان ابنا لصديق والده عمر يكرمه، لأنه يعرف أن إكرام صديق والده أو ابن صديق والده كإكرام والده تماما. هذا أيها المؤمنون هو بر الوالدين، وهذا هو حق الوالدين، وهذا هو الباب الذي أبقاه الله لمن قصر في حق الوالدين: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما وإكرام صديقهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاللهم أعنا على بر الوالدين، اللهم إنا نسألك رضاك ورضا والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم بارك في أعمار الأحياء منهم واغفر للميتين يا رب العالمين، وأكرم نزولهم.
قلوبهم ووسع مدخلهم واغفر لهم ذنوبهم وارحمهم يا رب العالمين. ربنا أرنا ما يصلح دنيانا وآخرتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير ما نقول وآخر ما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يمن بها كتابنا ويسر بها حسابنا وثقل بها ميزاننا وشفع بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.